صحابي لا يجهله أي منا فقد رفع الله في الأنام ذكره واختار الله بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه رسول الله عند وصوله للمدينة، واختصه بما لا يختص به أحد من عباده. عاش معه الرسول 7 أشهر حتى أتموا بناء مسجده ليصبح الرسول جارا له إلى أن ارتقى للرفيق الأعلى. دعا له الرسول قبل رحيله وحقق الله مراد نبيه، وما زالت تلك الدعوة تتحقق حتى الآن في معجزة لا يفقهها الكثير. فمن هو هذا الصحابي؟ وما الدعوة التي دعاها لها الرسول؟ وكيف تحققت؟ تابعونا لمزيد من التفاصيل. تبدأ القصة بعد انتصار المسلمين في خيبر، حيث تزوج النبي من صفية بنت حيي بعد أن أسلمت. كانت صفية من ضمن جوار السبا، وكانت من علية قومها ومن أسيادهم، وخيرها الرسول إما أن تسلم وتصبح زوجته أو تبقى على دينها، فشرح الله صدرها للإسلام وأسلمت، فأعتقها رسول الله وتزوجها. وقد سهر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند خيمة رسول الله يحرسه في ليلة زواجه من صفية رضي الله عنها، ولما جاء الصباح سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجاب أبو أيوب أنه خاف عليه من صفية لأنها حديثة عهد بالإسلام، وقد فقدت في خيبر زوجها وأباها وقومها. ليرد الرسول عليه داعيا: حرسك الله حيا وميتا يا أبا أيوب. تمضي السنون ويصعد رسول الله إلى الرفيق الأعلى، لتبدأ المعجزة في الظهور بعد سنوات من رحيل الرسول. ففي عهد معاوية ابن أبي سفيان كانت النية في فتح القسطنطينية، فخرج أبو أيوب الأنصاري مجاهدا في سبيل الله وقائدا فخريا في حملة الفتح بقيادة يزيد بن معاوية، لينال شرف حديث رسول الله عندما بشر بفتحها. إلا أن الله لم يكتب لذلك الجيش الفتح في تلك الحملة، واستشهد أبو أيوب في إحدى المواجهات مع البيزنطيين في تلك الحملة، ولم يدفن في العراء بل حمل ودفن أمام أسوار القسطنطينية على الضفة الشرقية منها وعلى مرأى أعين الروم وقيصرهم، ليرسل القيصر بذلك رسالة إلى يزيد بن معاوية أنذاك، قال فيها: قد علمت أن صاحبكم قد دفن على أبواب أسوارنا، وأن له قبرا في أرضنا، ولأن بشنا قبره ولألقي بجثته للكلاب. كانت تلك الرسالة من قيصر الروم إلى قائد الجيش العربي الإسلامي يزيد بن معاوية، لتخويف الجيش الإسلامي من العودة مجددا لفتح القسطنطينية. ولكن رد القائد المسلم ردا ألقى الرعب في قلب قيصر الروم، فماذا فعل؟ رد يزيد بن معاوية على ظهر الرسالة باستحقار واستخفاف من القيصر، وكتب: لقد علمت مكانته عند رسولنا، والله لئن مسستم قبره لأنبشن قبوركم في ديارنا واحدا واحدا، ولا تركت بأرض العرب نصرانيا إلا قتلته، ولا كنيسة إلا هدمتها. فيرد قيصر الروم: لنجعلن على قبره حارسا. وكان ذلك خوفا من أي ردة فعل غاضبة من يزيد قائد جيش المسلمين. وقد تعددت الروايات في هذه الحادثة، ومنها: لقد حكمتني بحراسته يا ابن داهية العرب، سأضع عليه حارسا خوفا من أن يقوم رومي لنبشه، وبعدها يفي يزيد بقسمه. ويذكر أنه بعدما فتحت القسطنطينية بني له ضريح، وبجواره مسجد يحمل اسمه إلى يومنا هذا، وهو اليوم في وسط المدينة بعد أن كان خارج أسوارها. وأصبح كل من يحكم تركيا يضع على قبره حارسا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حرسك الله حيا وميتا.